السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع شلف وبالضبط في مدينة شلف باش نعرفكم على الساحة هذه، ساحة الاستقلال التي تقع في وسط مدينة شلف، وهذه الساحة الرائعة خاصة يعني المباني اللي راهي يعني سايرة بالساحة هذه. شيء جميل أن تكون فيه مشاريع نتاع يعني تاع خلق فضاءات داخل المدن كأماكن استراحة ولعب للأطفال. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو إلى النهاية، والسلام عليكم.